نعم، في فيلم أكاديمية الخوف ده، ولا اللي هو بتاع، نسيت اسم الفيلم، اللي هو كان بصوت هنيدي اللي قال له احنا نحفر خندق بالمعالق، قال له معالق يا راجل يا معلقة، بنتكلم على 55 مليار متر مكعب، مليار 55 مليار، بتكلمني على محطة العلمين 150 ألف متر مكعب، محطة الجلالة 150 ألف متر مكعب، شرق بورسعيد 150 ألف متر مكعب، المحطة بعدها 150 ألف، مجموعهم مليون، مجموع المحطات اللي هو عمال يتشبرق بيها على المصريين مليون متر مكعب، بيقول في اليوم، هو بيقول في اليوم، يعملوا ايه بقى دول في منطقة الساحل الشمالي، الساحل كله، يعملوا ايه؟ مليون متر مكعب هيغطوا من العريش مثلا لحد مرسى مطروح، مليون متر مكعب، عدد سكان المحافظات دي اللي هو من العريش شرقا لمرسى مطروح غربا، دول هيتغذوا على محطات تحلية، هو قال تحلية، بتنتج مليون متر مكعب مياه في اليوم، مليون، ها مليون. النتيجة الطبيعية بيقول ايه بقى؟ ان احنا، انا مش عايز اخوف الناس، لكن احنا هنقطع مية النيل عن كل الساحل الشمالي والبحر الاحمر، هو قال كده النهاردة، بتوع اسكندرية والبحر الاحمر نايمين والساحل الشمالي، بتوع بورسعيد نايمين، قال هنقطع المية بتاعة النيل، انا مش عايز اخوف الناس، لكن احنا هنقطع مية النيل عن كل الساحل والبحر الاحمر. فحضرتك في فترة كده قريبة خالص، هو اللي قال اهو، بص اهو، هو بيقول ايه؟ بيقول الجلالة، محط الجلالة تحت في سينا، تحت سينا هنا كده، او هنا يعني بالظبط هنا مطرح الكروس ده، دي محط الجلالة بتنتج مليون، خلاص. وقال شرق بورسعيد، شرق بورسعيد يعني بين الاربعين وبين رقم اربعين، لا مش دمياط، بين رقم اربعين وبين بورسعيد، شرق بورسعيد، شرق يا جدع، تعرف الشرق من الغرب كده، غرب شرق، روح بقى ناحية كلمة 40 رقم 40، روح ناحية أيوب، مش قوي كده يعني، مش قوي كده، في هنا محطة اسمها شرق بورسعيد بتنتج 150 ألف، يبقى الجلالة هنا وشرق بورسعيد بينتجوا 150 ألف كل واحدة. وبعدين بقى روح للعلمين هناك، هناك كده عند سيدي براني والحتت دي، بقى أيوة كده عند المنطقة دي بتنتج 150 ألف، تمام. هو دي المحطات اللي قالها السيسي، أنا ما بقولش ما بقلفش من عندي، كل محطة منهم بتنتج 150 ألف متر مكعب في اليوم، هو بيقول مجموعهم دول تقريبا مليون متر مكعب، مجموع دول، وبيقول انه هيقطعوا النيل، هيقطعوا وصول مية النيل عن كل الساحل الشمالي، هات بقى الساحل الشمالي، السلوم، سيدي براني، مرسى مطروح، مارينا العلمين، الحمام، العجم، اسكندرية، دمنهور، دمياط، بورسعيد، انزل بقى، انزل انزل، تعال هنا، خش انزل، هات ورا، هات ورا، هات ورا بقى، السويس، ايوه خد من خط السويس ده كله، والبحر الاحمر، خد خط البحر الاحمر ده كله، كل ده الطور بقى والحتت دي، الغردقه وسفاجه والقصير ومرسى علم وحماطه ووادي الجمال وبرانيس او عرب صالح وشلاتين، كل دول هيعيشوا ويتشبرقوا ويستحموا ويطبخوا ويكنسوا ويمسحوا ويتطهروا بمليون متر مكعب، هو اللي بيقول.